هو معبد ابو سمبل ماله؟ ليه سموه ابو سمبل؟ ها ها، المشهور عن معبد ابو سمبل ان الشمس بتتعمد فيه على تمثال رمسيس الثاني مرتين في السنه، بس اللي كتير ما يعرفوش ان المعبد اتنقل من مكانه. انت هتهزر؟ هينقلوا معبد ازاي يعني؟ هيقطعوه؟ بالظبط، هم فعلا قطعوه. معبد ابو سمبل واحد من اهم واشهر الاثار المصريه القديمه، واللي بيرجع تاريخها لعهد الملك رمسيس الثاني، واللي بناه احتفالا بانتصاره في معركه قادش وتخليدا لذكراه وذكرى مراته نفرتاري. فعلا وراء كل رجل عظيم امراه. وبيتكون ابو سمبل من معبدين اتنحتوا في الجبل، وواجهه المعبد عباره عن اربع تماثيل كبيره بارتفاع 20 متر وباب بياخدنا لقدس الأقداس. وإيه بقى قدس الأقداس ده؟ ده المكان اللي فيه أربع تماثيل للآلهة المصرية القديمة ورمسيس الثاني. وهنا هنتكلم عن ظاهرة بتحصل في المعبد مرتين في السنة، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني وتمثالين تانيين. طب والتمثال الثالث؟ لا، الشمس ما بتتعامدش عليه، والجدير بالذكر انه بيرمز للعالم السفلي والظلام عند المصري القديم، ويقال ان تعامد الشمس يوم 21 فبراير 21 اكتوبر على وجه رمسيس الثاني بيرمز لموسم الزراعه والحصاد. على فكره انت كلامك غلط، عشان هي بتتعامد يوم 22 فبراير و22 اكتوبر. ولا بس يلا، هقول لكم ليه التاريخ بقى 22 بدل 21 في اخر الفيديو. ومع مرور الوقت الرمله بدات تغطي المعبد ووصلت لركب تماثيل الواجهه، وبعد فتره غطت المعبد كله، لحد ما قرر مستشرق سويسري وواحد ايطالي انهم يدوروا على المعبد المختفي بس ما عرفوش يدخلوه. وفي 1817 رجع المستشرق الايطالي عشان يحقق حلمه ويدخل المعبد، وبالفعل بمساعده طفل صغير اسمه ابو سمبل كان بيشوف حجاره المعبد لما الرمله كانت بتتحرك طول السنه، وهو اللي دل المستشرق على المعبد، وتكريما ليه سموا المعبد ابو سمبل، وبعدها شالوا الرملة من على المعبد. لما اتبنى السد العالي عشان يمنع خطر فيضان النيل اتكونت بحيرة ناصر ورا السد، وهنا المعبد كان هيغرق بسبب مية البحيرة. طب وعملوا ايه ساعتها؟ نقلوا المعبد. تمام، بس انت قلت لنا انهم نقلوا المعبد من مكانه، عرفنا بقى عملوا ده ازاي؟ حصل تعاون بين الحكومة المصرية واليونسكو عشان ينقلوا المعبد من مكانه قبل ما يغرق، وبالفعل قطعوا المعبد لحوالي 5000 قطعة ونقلوه من مكانه الاصلي لارتفاع اعلى ب 60 متر و 200 متر جوه الهضبة. وركبوا القطع زي ما هي بنفس الشكل، لدرجه انهم ما صلحوش راس التمثال الثالث لرمسيس الثاني واللي وقعت بسبب زلزال حصل قبل كده. ما قلتش بقى ليه اليوم بقى 22؟ بسبب انهم نقلوا المعبد من مكانه الاصلي اتغير ميعاد تعامد الشمس من 21 فبراير و21 اكتوبر ل 22 فبراير و22 اكتوبر. بس كده. لو عجبتك الحلقه شاركها مع الاصدقاء واكتب لنا رايك في التعليقات. سلام.